جولتنا الاخباريه النهارده بلقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي امس بقصر الاتحاديه محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجيه ولواء عباس كامل رئيس المخابرات العامه، وكذلك السفير عبد المطلب ادريس مندوب ليبيا الدائم لدى جامعه الدول العربيه. السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسه الجمهوريه صرح بان الرئيس اكد خلال اللقاء دعم مصر الكامل لكل ما من شانه ان يحقق المصلحه العليا للشقيقه ليبيا، وبفعل الإرادة الحرة لشعبها ويفعل الإرادة الحرة لشعبها ويحافظ على وحدة وسيادة أراضيها. من جانبه ثمن رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدور المصري الحيوي والجهود الحثيثة والصادقة بقيادة السيد الرئيس لاستعادة الأمن والاستقرار في ليبيا وتوحيد مؤسسات الدولة، خاصة المؤسسة العسكرية المتمثلة في الجيش الوطني الليبي، وذلك بالتكامل مع جهود لجنة 5+5 المتعلقة بالمسار العسكري للأزمة الليبية. عرض محمد المنفي مجمل الوضع السياسي الداخلي الحالي في ليبيا، حيث تم التوافق على تكثيف التشاور والتنسيق بين الجانبين خلال الفترة المقبلة لمتابعة مستجدات العملية السياسية والإجراءات الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية، بما يساعد على استعادة استقرار ليبيا وتوحيد المؤسسات، ولتكون للشعب الليبي السيطرة الكاملة على مقدرات بلاده. المشهد في ليبيا، إجراء الانتخابات إن شاء الله 24 ديسمبر المقبل، الاستعدادات اللي موجودة، والحقيقة كان في توجه دولي لإتمام الانتخابات، لكن موقف مصر كان واضح. الأول حاجة وحدة وسيادة الأراضي الليبية والشعب الليبي، تاني حاجة طرد كل المرتزقة اللي موجودين ومنع التدخلات الأجنبية في شؤون ليبيا. المشهد الليبي الآن يعني قبيل الانتخابات بأيام، لا خلينا اقول لك المشهد الليبي الان قبيل الانتخابات ملتبس. هو ما فيش انتخابات في 24 ديسمبر. يعني هذه الانتخابات الى حد كبير جدا هي هتؤجل لاسباب متعدده. الاسباب الخاصه بها ان هو لحد دلوقتي لسه ما تمش الاعلان عن تاجيل، هي 24 هي 24 ديسمبر خلاص، لكن لانه المفوضيه العليا للانتخابات امبارح هي خلاص حلت رؤساء اللجان والى حد كبير جدا قالت لهم خلاص مع السلامه يعني. فهي زائد لم يعلن عن الاسماء المرشحه للانتخابات الرئاسيه وهي كثيرين. المشهد العام يقول الانتخابات هتؤجل. الجزئيه الثانيه انه بتاجيل الانتخابات الرئاسيه دخلنا في نفق الى حد كبير جدا مظلم. موعد الانتخابات القادمه هيكون شكله ايه؟ طبيعة المرحلة القادمة هتكون ايه؟ هل هنعمل انتخابات برلمانية ورئاسية مع بعض؟ لان ده الامر المختلف عليه. هل هنعمل برلمانية الاول ورئاسية بعد كده؟ هيعمل استفتاء على الدستور قبل ده ولا استفتاء على الدستور ما بين الانتخابات البرلمانية والرئاسية؟ اسئلة كثيرة جدا بتطرح نفسها في هذا الشأن. السؤال الاهم، متى سوف تخرج المرتزقة من داخل الدولة الليبية؟ ده سؤال. الجزئية المهمة برضو انه حركة وجود القوات الأجنبية داخل الساحة الليبية، خصوصا إذا كنت بتتكلمي عن بعض المرتزقة المنتسبين إلى تركيا، صحيح، أو شركة فاغنر الروسية، اللي إلى حد كبير جدا الطرفين دخلوا في جدل كبير جدا مع بعض، فاغنر تخرج الأول ولا المرتزقة المنتسبين إلى تركيا تخرج الأول ولا الاثنين يخرجوا بالتوازي والاثنين ما خرجوش. وده إلى حد كبير جدا يخلي المشهد العام داخل الساحة الليبية بهذا الالتباس الكبير. الجزئية المهمة أيضا إن أمام مشهد حكومة مسحوب منها الثقة من البرلمان الليبي وهي حكومة عبد الحميد الدبيبة. هذه الحكومة الآن هي بمثابة حكومة تسيير أعمال، هتظل موجودة بهذا الشكل ولا هيكون هناك تشكيل حكومة جديدة؟ الشخصيات القديمة اللي ما زالت تتصدر المشهد داخل الساحة الليبية وما زالت تقود كثير جدا من الأمور داخل ليبيا، خالد المشري رئيس مجلس الدولة الليبي الموجود في طرابلس، عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي، خليفة حفتر قائد الجيش الليبي. دي كلها مشاهد إلى حد كبير جدا تخلي المرحلة القادمة بالنسبة للساحة الليبية أكثر ضبابية في هذا الأمر. طب البعض هيشوف إن هناك دعم، يمكن كان آخر حاجة المؤتمر اللي تم عقده في فرنسا لدعم ليبيا وإجراء الانتخابات وخروج المرتزقة، يعني اللي كان بيشوف المشهد كان بيشوف إن في توجه دولي إن يتم إجراء الانتخابات.
كان في اصرار دولي واصرار دولي صحيح ده انه هذا الاصرار الدولي كان موجود ان لابد ان تجرى الانتخابات الرئاسيه في 24 ديسمبر بالزبط. لكن احنا اتفاجئنا ان احنا النهارده هو 23 او 22 وما خلاص ما فيش اي حاجه ما فيش اعلان عن اي حاجه وان المفوضيه العليا بتعمل بتفك وبتحل كثير جدا من اللجان وان حتى ما بتعلنش عن اسماء المرشحين ويعني اسئله كثيره جدا بتطرح نفسها في هذا الشان وان قبل مؤتمر باريس كان في مؤتمر موجود في طرابلس ايضا كان حضروا مجموعه كبيره جدا من الاطراف الدوليه والفرقاء الدوليين والقوى الدوليه المؤثره داخل الساحه الليبيه لان اشكاليه ليبيا زي اشكاليه كثير جدا من القضايا الموجوده في العالم العربي ان دخلت في طابع التدويل الدولي ليبيا اصبحت تركيا موجوده فيها الروس موجودين فيها ايطاليا موجوده فرنسا موجوده الولايات المتحده الامريكيه موجوده القوى العربية ما بقتش صاحبة تأثير كبير داخل الساحة الليبية، صحيح هناك جهد مصري كبير بحكم الجوار 1200 كيلومتر وبحكم إن مصر استضافت في وقت من الأوقات مفاوضات الخمسة زائد خمسة عسكريا، لكن هذه المفاوضات اللي هي الخمسة زائد خمسة عسكريا اللي اتفق في أكثر من لقاء ليها بضرورة خروج المرتزق ولم تخرج المرتزق فما فيش آلية إلزام دولي هي دي الأزمة الكبيرة بخروج المرتزق فأصبح خروج المرتزقة الموجودة داخل الساحة الليبية مرتبط بمدى تعاطي القوى الإقليمية والقوى الدولية اللي بتخدم عليها هذه المرتزقة الجزئية المهمة أيضا كمان إن هناك ميليشيات مسلحة موجودة على الأرض الساحة الليبية مليانة ميليشيات مسلحة بتنوعات وأيديولوجيات شتى آليات تعامل الدولة الليبية مع هذه الميليشيات حتى هذا التاريخ ما زال مفقودا الميليشيات دي هتتحل هل تواصل المنفي وتواصل ويواصل عبد الحميد الدبيبه الكلام مع هذه الميليشيات المجهه في المؤسسات الامنيه والمؤسسات العسكريه؟ لو خلاص احنا لو ما تمش اجراء الانتخابات وهو ده السيناريو الاقرب الان يعني مع هذا الوضع هل ممكن يكون في خطوات جديه على الارض؟ يعني اذا ما كناش هنعمل ده كان مع الانتخابات يعني احنا الدوله ما استطاعتش انها تجري هذه الانتخابات هل هتستطيع اخراجها بهذا الوضع؟ الدولة ما استطاعتش انها تجري هذه الانتخابات لان هناك اختلافات وهناك تطاحن سياسي بالظبط داخلي معلن وتطاحن سياسي مستتر ما بين من يدير الدولة الليبية اللي صحيح. هو محمد المنفى رئيس مجلس الرئاسي او عبد الحميد الدبيبة رئيس الوزراء اللي هو تم سحب الثقة منه وما بين الشخصيات الليبية السابقة اللي ما زالت محط تأثير كبير داخل الدولة الليبية صحيح. الجزئية المهمة كمان متى سوف تخرج القوات الأجنبية الموجودة داخل الساحة الليبية ده سؤال إلى حد كبير جدا محرج والسؤال ده محرج نتيجة أن وجود هذه القوات ووجود هذه المرتزقة هناك شكل من أشكال الرضا من بعض الشخصيات السياسية الموجودة داخل الساحة الليبية يعني الكل يتحدث عن خروج لكن متى سوف يكون هذا الخروج أو آلية الخروج وبأي شكل الحقيقة فإحنا محتاجين نحط خريطة واضحة للدولة الليبية خلال المرحلة القادمة مصر الحقيقة بتساعد بدرجة كبيرة جدا دول الجوار الأخرى عليها أن تتوافق مع الدور المصري في هذا الشأن خصوصا الدور التونسي أو الدور الجزائري أو الدور المغربي أو الدور العربي بالمجمل لأن الإمارات والمملكة العربية السعودية برضو لهم حديث صحيح. داخل الساحة الليبية وبقية القوى الدولية أو الإقليمية اللي هي تأثيرها أكبر على الأرض أقصد بذلك الأتراك أو الروس فده الوضع العام الموجود داخل الساحة الليبية احنا نتمنى ان احنا نشوف 2022 خريطة طريق واضحة للدولة الليبية يا رب.